السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي علمي فقط النهاردة إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هناخد جزء من الليسون 2 في الاستاتكس إن شاء الله، تمام؟ وده الجزء الخاص بطلبة العلمي فقط بإذن الله. طيب احنا طبعا المرات اللي فاتت لما بدأنا الاستاتكس مع بعض كنا واخدين حاجة اسمها الريزلتنت فورسز، وخدنا السبيشال كيسز بتاعتها، وكنا بنتكلم بنقول ان الريزلتنت فورسز الدرس ده كان عباره عن ايه؟ كان انا مدي لحضرتك تو فورسز واقول لك هات لي الريزلتنت بتاعتها وهات لي الدايركشن، تمام؟ عن طريق قانون الار اللي هو سكوير روت اف باور 2 بلس اف اف 1 2 بلس اف 2 سكوير بلس 2 اف 1 اف 2 كوساين الفا اللي هي الانجل ما بينهم. النهارده الموضوع بتاعنا مختلف ان شاء الله. الموضوع بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ المره دي انا هدي لك فورس، تمام؟ واقول لك اعمل لي ليها ريزولوشنز، يعني حاول تفكها لي لتو فورسز تانيين. خلاص كده؟ طيب موضوع درس النهارده يعتبر مرتبط بالدرس اللي فات بس ان شاء الله هيكون ابسط منه. تعال نشوف مع بعض الدرس بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه. طيب ريزولوشن اوف فورسز ان تو كومبوننت، اي فورس انا هديها لك من دلوقتي اعتبرها كانها هي اللي كانت الريزلتنت، وعايزين نفكها لتو كومبوننتس اللي هم التو فورسز اف 1 واف 2. طيب مبدئيا كده تعال نعمل تشيك كده عن الموضوع بتاعنا. بص معايا، طبعا كلنا خدنا الساين رول. نفترض مثلا كده انا عندي فورس اهي، خد بالك معايا كده، ادي مثلا كده الفورس الاولانيه، ماشي؟ او عندي كده ادي الريزلت مثلا الفورس اللي انا هديها لك دلوقتي، ماشي كده؟ عايز افكها لتو فورسز مثلا، واحده هنسميها اف 1 واحده هنسميها ايه؟ واحده هنسميها اف 2. خلاص كده؟ طيب انا هطبق دلوقتي رول اللي هو رول اوف باريلوجرام اللي احنا كنا واخدينه في اولى ثانوي، ماشي كده؟ ان انا هعمل ايه؟ انا عايز اخلي احول الفورسز دي مع بعضها كده اعملها باريلوجرام. فانا هعمل ايه؟ هنقل الفورس اللي هي اف 2 حضرتك هنقلها هنا، ماشي؟ هنقلها كده يعني بنفس الماجنتيود وبنفس كل حاجه، وهقفل الشكل بتاع الباريلوجرام بتاعي. خلاص كده؟ يعني ادي كده دي الريزلت بتاع حضرتك، وادي كده الاف 1 انا هنقلها هنا اهو، وادي الاف 2 عندي هنا اهو، ادي الاف 2 سوري هي اللي هتتنقل هنا، ماشي؟ طيب انا دلوقتي كده بقى عندي ايه؟ طبعا ده كده بقيه الباريلوجرام. كلام؟ طيب انا دلوقتي هقول لك الانجل دي عندي مثلا انا هسميها سيتا 1، ماشي؟ والانجل اللي هنا سيتا 2. خلاص؟ طيب المره دي ايه الفرق بين الدرس ده والدرس بتاع المره اللي فاتت؟ المره دي الريزلت هي اللي هتكون جيفن، هي اللي هتكون معلومه. وهطلب منك اقول له هات لي الاف 1 بكام؟ وهات لي الاف 2 بكام؟ خلاص كده؟ طيب تعالى كده مع بعض كده نحاول نستنتج الرول مع بعض. ادي شكل الجراف اللي احنا عملناه، قلنا ادي الار، ادي الفورس اللي انا هديها لك مش اللي انا هطلبها منك المره دي. خلاص؟ وادي تو كومبوننت اللي هي اف 1 وادي اف 2 اللي انا هطلبهم منك، حتى بحط لك عليهم علامة كويستشن مارك اهو. خلاص؟ قلنا هنعمل ايه؟ هنعمل باريلوجرام، الاف 2 هنقلها الناحيه الثانيه، هخلي دي كده تعتبر اف 2، وخلي بالك انها تعتبر نفس النورم، يعني نفس اللينث بتاع الفورس هنا هي نفس النورم اللي هنا. زي ما انت شايف كده معايا. وبقول الانجل اللي هنا هتكون سيتا 1 اللي هي بين الريزلتن والاف 1 زي ما انت عارف، والانجل اللي هنا سيتا 2 اللي هي تعتبر بين الريزلتن والاف ايه؟ والاف 2. طيب انا عندي التو سايد دول المفروض ان هما بارلل، مظبوط كده الكلام؟ طب لما الانجل دي بتكون بسيتا 2، طب انا دلوقتي ممكن اعمل ليتر زد اللي هو الترنيت انجلز، خد بالك معايا كده، شايف معايا كده الليتر زد اللي انا رسمته دلوقتي، تمام؟ يعني الانجل دي سيتا 2 يبقى الميجر بتاع الانجل دي سيتا 2، اوكي؟ طيب يا ترى الانجل اللي هنا دي هتبقى كام؟ الانجل دي المفروض معروف ان السم اوف انتيريور انجل اوف تراينجل 180، يبقى المفروض ميجر الانجل اللي هنا هتكون ايه؟ 180 ماينس ها سيتا 1 بلس سيتا 2، مش كده؟ طيب سؤال بقى، هو انا دلوقتي الانجل اللي هنا دي تعتبر نوعها ايه؟ ايا كان ممكن تكون اكيوت ممكن تكون اوبتيوس. طيب 180 ماينس سيتا 1 بلس سيتا 2، ماشي كده؟ المفروض الانجل دي تكون فين؟ 180 ماينس المفروض الانجل دي حضرتك تكون في السكند كواد، صح كده؟ في السكند كواد، ماشي؟ اللي هو الرول بتاع 180 ماينس، مش كده؟ طيب خليها دلوقتي كده وهقول لك الدنيا فيها ايه. طيب ركز معايا واحده واحده كده، انا دلوقتي هستخدم ايه؟ الساين رول. طيب الساين رول كنا بنقول ايه بقى؟ هقول اف 1، خد بالك معايا من الكلام كده، اف 1 اوفر ساين الاوبزيت انجل اللي هي ساين مين؟ اللي هي ساين سيتا 2 اهو، ادي اف 1 اوفر ساين سيتا 2 ايكوال الاف 2 اوفر مين؟ ساين الاوبزيت انجل. فين الاف 2 عندك؟ الاف 2 اهو اوفر ساين الاوبزيت انجل اللي هي ساين مين؟ اللي هي ساين سيتا 1 ايكوال الريزلتن اوفر ساين الاوبزيت انجل اللي هي مين بالنسبه لي؟ اللي هي ساين 180، ماشي كده؟ ساين 180
ماينس سيتا 1 بلس سيتا 2. زي ما احنا اتفقنا انا بتكلم في السكند كواد لسه قايل لك دلوقتي مش كده؟ طب هي الساين في السكند كواد للانجل دي اعتبر دي كلها على بعضها حاجه واحده. ساين 180 ماينس تعتبر بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو فاكر الاشارات كده كنا احنا بنقول كده بنقسم الكوادز بتاعتنا تمام، وكنا بنقول هنا اول وهنا الساين هي اللي بوزيتيف في السكند كواد، وهنا التان وهنا مين وهنا كوزاين مش كده؟ طب يبقى الساين عندي في السكند كواد تعتبر بوزيتيف، طيب احولها لايه؟ طبعا هنكنسل 180 هتبقى كانها ساين مين يا شباب؟ هتبقى كانها ساين سيتا 1 بلس سيتا 2 تمام كده؟ عشان كده كتبت الرول كده على طول خلاص؟ طيب ادي القانون بتاعنا اهو، يبقى اف 1 اوفر ساين سيتا 2 ايكوال اف 2 اوفر ساين سيتا 1 ايكوال ار اوفر ساين سيتا 1 بلس سيتا 2. طب انا قلت لك انا هدي لك مين الجيفن المره دي؟ انا هدي لك الريزلت ان هي اللي جيفن يعني دي هتكون عندك، واطلب منك مين؟ اقول لك هات لي الاف 1 ايكوال كام والاف 2 ايكوال كام. هنعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن مع الفراكشن ده عشان اطلع الاف 1 بكام والاف 2 اللي احنا هنسميهم التو كومبوننتس خلاص كده؟ طيب بص كده ادي معايا كده ادي اف 1 سيتا 1 ادي مثلا اف 2 سيتا 2. بص كده هعمل ايه؟ ها الماجنتيود بتاع الفورس هتبقى ار، سيتا 1 هي عباره عن ميجر الانجل اللي هي بتوين ها الريزلتن والفورس اف 1، سيتا 2 از ذا ميجر اوف ذا انجل اوف انكلينيشن اوف اف 2 على الريزلتن فورس. ده فيرست كومبوننت بقى. بص بقى معايا كده عشان اركز لك في القناه على طول مره واحده. ممكن واحد يقول لي يا مستر هو انا كل مره هقعد اعمل كروس مالتيبليكيشن؟ لا طبعا مش شرط، ممكن واحد يعملها بالرول ده على طول. ركز معايا كده، انا دلوقتي لو عملت كروس مالتيبليكيشن ها انا عايز اجيب الاف 1 هتعمل الار ملتبلاي ساين سيتا 2 مش كده؟ وداون في الدينومينيتور هيكون عندك مين؟ ساين سيتا 1 بلس سيتا 2 اوكي؟ يعني بالعكس لو انا عايز تاني بقول تاني عايز اف 1 ماشي الكلام كده، يبقى انا هحط ايه؟ ساين سيتا 2 هي اللي فوق، خد بالك من الكلام عشان ايه؟ تركز في النقطه دي خلاص؟ وهنا الساين بتاع الصم بتاع التو انجلز، يبقى انت لازم تكون مديني كام حاجه كده دلوقتي؟ المفروض تكون مدينا السيتا 1 بكام؟ والسيتا 2 بكام؟ ومدينا الريزلتنت. طيب لو عايز اف 2 خد بالك معايا اهو، انا بقول لك اف 2 عايز السكند فورس اللي هو السكند كومبوننت ها، يبقى هنا في ساين مين؟ يبقى في ساين سيتا 1، يبقى ار ساين سيتا 1 اوفر ساين الصم بتاع سيتا 1 بلس سيتا 2. خلاص كده نركز كده في الحاجات الصغيره دي كده عشان ايه ناخد بالنا منها. نكرر تاني، لو هنا اف 1 يبقى هنا عندك ساين سيتا 2 ماشي، ولو عندك اف 2 يبقى عندك هنا ساين مين؟ السيتا 1، وكده كده الريزلت هتكون معاك. طيب تعال نشوف اول سؤال، بيقول لي بدايه السؤال ريسولف. اول ما تسمع كلمه ريسولف تمام يبقى انا ده على ليسون 2 على طول، يبقى ده كده على ايه؟ على ليسون 2. بيقول لي ريسولف ا فورس اوف 50 نيوتن ان تو دايركشن، ذا فيرست انكلاينز باي 90 ديجري تو ذا جيفن فورس. جيفن فورس اللي هي بالنسبه لك مين؟ اللي هي تعتبر كانها زي كانت الريزلت اللي هي تعتبر بالنسبه لي ال 50 نيوتن. يعني هو بيقول لك ان الانجل بين الريزلت او الفيرست فورس تمام والفورس اللي انا مديها لك اللي هي تعتبر كانها ريزلت تعتبر كام يا شباب؟ 90 ديجري. And the other is 30 degree in the other side of the given force، يعني في الناحيه الثانيه. طب اول حاجه طبعا اهم حاجه في الموضوع ان انت ترسم صح. طيب تعالى كده نشوف شكل الرسمه ايه؟ ها بص كده معايا. طيب واحد يقول لي يا مستر تفرق لو انا حطيت الاف 1 هنا او الاف 2 هنا؟ لو بدلتهم مع بعض تفرق؟ احنا بنمشين حسب الاف 1 والاف 2 مش مشكله الاسماء، بس اهم حاجه تظبط الانجل بالظبط. طيب يعني انا دلوقتي اعتبرت ان الفورس اللي هو مديها لي في الاول مثلا اللي هي عامله 90 ديجري دي كده ماشي، اعتبرتها هي الاف 2 ماشي عادي مفيش مشكله خلاص. هو قال لي الفورس عندي ادي الفورس اللي هو مديها لي جيفن فورس اللي هي 50 نيوتن، التو كومبوننت بتاعها هنسميهم اف 1 والاف 2 اوكي. طيب او الفور في فورس عندي بتعمل انجل 90 بينها وبين ال 50 نيوتن، والثانيه بتعمل 30 ديجري بينها وبين ال 50 نيوتن. طيب عايز اعمل القانون بتاعي، انا مثلا قلت عايز اف 1 هيبقى ار ساين سيتا 2 مش كده؟ اوفر ساين سيتا 1 بلس سيتا 2. طب انت عشان ما تلخبطش هقول لك حاجه حلوه قوي، لو انت عايز تجيب الاف 1 ماشي عشان ما تلخبطش، الانجل اللي هتتحط هنا هي عباره عن الانجل اللي بتوين الفورس الثانيه، يعني مثلا انا دلوقتي عايز اجيب اف 1 اهي مش كده؟ يبقى اقول ساين مين؟ ما اقولش ساين الانجل دي، اقول ساين الانجل للناحيه الثانيه اللي هي دي اللي هي تعتبر ساين 90 خلاص كده؟ هقول تاني الحته دي كده مع بعض. انا دلوقتي بقول اهو انا مثلا دلوقتي عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الاف 1 ماشي؟ يبقى هقول كده الاف 1 اهي يبقى اخد ساين مين؟ الانجل اللي هنا ماشي؟ طب انا بس هبدل الاسماء عشان ايه؟ في حاجه كده مش مظبوطه هنا، هخلي هي دي ال 1 واخلي هنا دي ال 2
خلاص هخلي دي ال1 وهخلي دي ال2 زي ما قلت لك، مش هتفرق معايا كده كده كل واحده ليها الفاليو الخاص بيها. طيب يبقى انا كده بالنسبه لي لو دي اف 1 هتبقى دي حضرتك هي ايه السيتا 1، ولو دي اف 2 هتبقى دي سيتا 2. طب انا عايز اجيب الاف 1 ماشي، عشان اجيب الاف 1 يبقى اخد ساين الانجل الثانيه اللي الناحيه الثانيه، يبقى اقول كده يبقى 50 ساين 30 اوفر ساين الصم بتاعهم كلهم على بعض اللي هو كام؟ اللي هو 90 ها بلس 30 اللي هو ايكوال كام؟ ايكوال 120 ديجري، مش كده؟ بالكالكوليتور تطلع الاجابه 5 روت 3 اوفر 3 نيوتن. اوكي؟ طيب تعالى نشوف اللي بعدها. طب انا دلوقتي عايز اجيب مثلا ها عايز اجيب مثلا دلوقتي اف 2، هتقول ار ها ساين سيتا 1 اوفر ساين الصم. طيب اف 2 عندي اهي مش كده؟ انا عايز اجيب دي دلوقتي، يبقى ساين اني انجل؟ ساين الانجل اللي هناك اللي هي الناحيه الثانيه. خلاص كده؟ اللي هي كام دلوقتي؟ اللي هي تعتبر 90. ماشي؟ يبقى 50 ساين 90 اوفر ساين 120 اللي هي ايكوال كام؟ 100 روت 3 اوفر 3 نيوتن. اوكي؟ واضحه كده السؤال؟ يبقى تاني بنكرر كلامنا، انت حضرتك حطيت هنا اف 1 حطيت هنا اف 2 مش هتفرق معانا لو بدلتهم مكان بعض. خلاص؟ بس هو الحته المهمه لو انت كتبت مثلا هنا اف 1 ماشي وعايز تاخد ساين الانجل يبقى تاخد ساين الانجل اللي الناحيه الثانيه. خلاص نكرر الكلام ده تاني. طب لو عايز اجيب الفورس اللي هنا ايا كان اسمها ايه؟ يعني مش شرط على فكره كمان اسميها اف 1 واف 2، في ناس مثلا تسميها فورس اكس فورس واي ايا كان هسميها ايه؟ يعني مش شرط الاسم ده. طيب فاقول عايز مثلا الفورس دي يبقى اخد ساين الانجل اللي فين؟ اللي الناحيه الثانيه. خلاص؟ طيب تعال نشوف كده واحد سؤال تاني. بيقول لي a force of 12 kilogram weight acts in direction of north east. اوكي؟ طيب find its component due east and west of north. طيب انت كده هنا عايز ترسم ايه؟ الدايركشنز بتوعك. طيب ركز كده، اهم حاجه عندي ايه؟ الفورس الاصليه. اهم حاجه عندي اللي هو اللي مديها لي اصلا. بيقول لي a force of 12 kilogram weight act in direction of ايه؟ of north east. خلاص كده؟ طيب تعالى كده نشوف فين النورث ايست ده، ادي الدايركشن بتوعنا اهم. طبعا ده حضرتك كده ايه؟ ادي النورث ها ساوث ها ايست وادي الويست. خلاص؟ طيب الفورس بتاعتنا 12 فين؟ ما بين الاثنين دول في النص بالظبط اللي هي الار ايكوال 12 اللي احنا اعتبرناها كانها الار. دي الفورس اللي هو مديها لي او دي جيفن فورس بالنسبه لي. طبعا كلنا عارفين لما اقول لحضرتك كده نورث ايست يبقى انا بتكلم ان هو في النص بالظبط، يبقى الانجل هنا كام؟ 45 ديجري. والانجل هنا برضو 45 ديجري. خلاص كده؟ طيب فين بقى الاف 1 والاف 2؟ تعال نحدد مكانهم. بيقول لي فاين اتس كومبوننت ديو است، ده كده الاولاني ديو است ماشي كده؟ يبقى اف 1 هتكون فين؟ هتكون هنا. خلاص؟ اند ويست اوف نورث، ويست اوف نورث هتبقى فين يا شباب؟ هتبقى بين الويست وبين النورث في النص بالظبط، في الميدل بالظبط. خلاص؟ يعني الانجل بينها وبين بعض كام هنا؟ 45 ديجري. طيب تعالى نفتكر كده الكلام اللي احنا قلناه. انا قلت لك اف 1 هتبقى ايكوال ايه؟ على طول هنا اف 1 يبقى ساين سيتا 2. اوكي؟ طيب وده الجيفن فورس اللي عندي وهنا ساين الصم. طب عشان ما نلخبطش، انت دلوقتي عايز الاف 1 مش كده؟ يبقى اخد اني انجل؟ خد من الريزلتنت او الفورس اللي هي 12 لحد الفورس الثانيه. يبقى عايز انت الاف 1 خد الانجل اللي هي من الريزلتنت دي لحد الفورس الثانيه. لحد الفورس الثانية طبعا حضرتك هتبقى 45 بلس 45 مش كده؟ اللي هي تبقى كام؟ تبقى 90 اوفر ساين الصم كلهم اللي هو 3 تايم 45 تطلع 135. خلاص كده؟ هنحسب الانسر تطلع 12 روت 2 كيلو جرام ويت. ده كده الاف 1. طب انا لو عايز الاف 2 هنعملها ازاي؟ ها؟ ممكن لو انا مثلا مش نسيت الرول حتى هقول كده يبقى 12 ساين مين؟ ساين الانجل اللي هي انا عايز اف 2 دلوقتي. يبقى ساين الانجل اللي هي بتوين الار لحد الفورس اللي هناك اللي هي تعتبر ساين كام؟ ساين 45. هيبقى 12 ساين سيتا 1 ماشي اوفر ساين الصم اللي هو 12 ساين 45 اوفر ساين 135. فاينل انسر ايكوال 12 كيلو جرام ويت. اوكي؟ طبعا الموضوع كده انا شايفه لحد دلوقتي كده بسيط الحمد لله. طيب نشوف السؤال اللي جاي. بيقول لي a force is resolved in two components. حلو كده؟ خد بالك من الكلام كده a force. يعني هي بيقول لك دلوقتي وانت عارف الفورس بكام؟ لا لحد دلوقتي مش موضح. خلاص كده؟ طيب نمشي مع الايه؟ مع الانفورميشن واحده واحده. is resolved into component one of them. يعني الفيرست كومبوننت كده is perpendicular to the given force. اوكي.
ادي كده اول مطلوب، يعني الانجل بتوين اول فورس، اول فورس عندي والريزلتنت بتاعتي 90 ديجري. And its magnitude equal the magnitude of A of the given force. يعني الفورس الأولانية اللي هو مديها لي اللي هي تعتبر resulting ماشي equal في الماجنتيود لأول فورس اللي هي F1. خلاص كده؟ يبقى دي أول معلومة عندي كده أهو على جنب أهي، بيقول لي إن resulting اللي أنا هعمل لها resolve equal F1 أو equal F2 حسب ما أنت تحب. Find the measure of the angle of inclination of the force to the other component and its magnitude. طيب تعالى كده نشوف الكلام واحد واحد. انت كده المعلومات بتقول لي ايه؟ مثلا انا اخلي الاف 1 ايكوال اف، حلو. طيب والار ايكوال اف، يبقى انا كده خليتهم برضو هما الاثنين ايه ايكوال لبعض، ما هما ايكوال نفس الفاليو كده زي ما انت شايف، مش كده؟ طيب والثيتا 1 ايكوال كام؟ ايكوال 90، ماشي. طيب تعالى كده نشوف شكل الجراف. يبقى انا كده كل معلوماتي الار ايكوال اف، طبعا انت عايز تخليها باي حاجه تخليها ايكوال ام براحتك مفيش اي مشكله، اوكي. والاف 1 ايكوال اف مظبوط، وعندي الثيتا 1 ايكوال 90 ماشي، وما عنديش اي معلومات عن الاف 2 خالص، ولا عن الانجل ولا عن الفاليو بتاعها ولا اي حاجه خالص. طيب هبتدي اعمل ايه؟ طبعا اكيد هبتدي بالرول بتاع مين؟ اف 1 ماشي. طيب هقول كده يبقى اف 1 ايكوال ايه؟ الريزلتن ساين ثيتا 2 مش كده؟ اوفر ساين الصم ثيتا 1 بلس ثيتا 2. ركز معايا بقى بالراحه واحده واحده في الجزئيه دي. انت دلوقتي ليه بدات باف 1؟ عشان هي دي الوحيده اللي عندي جيفن عندها، يعني شويه معلومات عنها. طيب هنعمل دايركت سبستيتيوتنج، هعمل ايه؟ هشيل الاف 1 واحط مين يا شباب؟ احط الاف، واشيل الار واحط مكانها مين؟ واحط الاف، مش كده؟ هيبقى اف ايكوال اف ساين ثيتا 2 اوفر ساين، خد بالك بقى معايا، انت عايز ساين الصم. انت عندك الانجل دي تعتبر بكام؟ ثيتا 2، مش كده؟ لما اقول لك هات لي ساين الصم، يعني كان حضرتك بتقول لي ساين 90 بلس ثيتا 2، مش كده؟ طيب هنراجع بقى شويه حاجات كده من التريج اللي هي على الريليتد انجل اللي احنا خدناها في اولى سنه. طيب افكرك كده بحاجه كده صغيره، هو احنا كنا بنقول ساين 90 بلس ثيتا ايكوال كام؟ كلنا كنا عارفين ان 90 بلس ثيتا اول حاجه مبدئيا 90 بلس ثيتا، يبقى انا كده عديت ال 90 ديجري، يبقى انا كده بتكلم فين؟ في السكند كواد، مش كده؟ طيب هي الساين في السكند كواد بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ والله بوزيتيف. طيب وال90 دي كانت بتعمل ايه في الفانكشن اللي هي ساين؟ كانت بتحولها لايه يا شباب لو تفتكر معايا؟ كانت بتحولها لي لكوزاين، يبقى الانسر بتاعتي تبقى بوزيتيف كوزاين، مش كده؟ وكنا بنكنسل ال90 ونحط ثيتا، مش كده؟ طيب يبقى انا السؤال بتاعي يبقى شكله ايه دلوقتي؟ خد بالك معايا، اول خطوه من حقي اعمل سمبليفاي، يعني اكنسل الاف اللي هنا مع الاف اللي هنا، خلاص؟ ان هي تعتبر الدينومينيتور بتاع حضرتك 1، ماشي؟ يعني اعتبر نفسك بتعمل divided numerators by f، اكتبها لك اهي divided f up numerator. هيبقى عند حضرتك هنا ايه؟ يبقى 1 ماشي؟ اهو شيل f مع الf خلاص؟ ودي هتبقى sin theta 2، ودي هنشيلها كلها ونحط مكانها ايه؟ ها قلنا هنكنسل ال 90 والساين هتتحول لكوزاين وتبقى ايه؟ theta 2، مش كده؟ طيب لما كنسل الf مع الf الخطوه الجايه مش مشكله، فوتت خطوه خلاص؟ هيبقى عندي هنا 1 ايكوال تان ثيتا 2. جت منين تان ثيتا 2؟ هو احنا كلنا مش عارفين ان تان ثيتا تان انجل اي انجل عباره عن ساين الانجل ساين ثيتا اوفر كوزاين ثيتا، مش كده؟ طيب انا دلوقتي بقول لك ساين ثيتا 2 اوفر كوزاين ثيتا 2، مش ممكن اشيل ده واحط مكانه تبقى تان ثيتا 2 على طول؟ تمام. طب واف لما عملت لها ديفايدد اف اديتنا كام؟ اديتنا 1، مظبوط. طيب انا دلوقتي ينفع اجيب ميجر انجل ثيتا 2؟ اه طبعا. حضرتك هتعمل ايه؟ كالكوليتر، هتعمل شيفت ها وتكتب تان على الكالكوليتر وتكتب ايه؟ وتكتب 1. الكالكوليتر هتقول لك الانجل بتاع حضرتك كام؟ 45 ديجري، مظبوط كده؟ يبقى انا جبت الثيتا 2 ايكوال 45، يبقى ادي تاني معلومه، ادي 45. طيب حضرتك لما جبت الانجل دي 45، هل انت كده دلوقتي ها جبت اللي هو عايزه؟ بيقول لي find the measure of the angle of inclination of the force، force اللي يقصد بيها مين؟ اللي هي الار، to the other components، تمام كده؟ طيب انا كده جبت المطلوب فعلا اللي هو عايزه اللي هو ثيتا 2، بس قال لي كلمه كمان and its a magnitude، يعني هات لي الفاليو كمان بتاع الفورس اللي هو مين؟ اللي هو بتاع الاف 2. طيب نشوف مع بعض هنعمل ايه؟ دلوقتي هنبدا بقى الرول الثاني، انت دلوقتي بتتكلم عن ايه؟ عن اف 2، كتبت الرول بتاع الاف 2. طيب الاف 2 ايكوال ايه؟
تبقى ار ساين سيتا 1 اوفر ساين سيتا 1 بلس سيتا 2. انا كده دلوقتي عندي الفاليو بتاعهم كله مش كده؟ طيب هعمل سبستيتيوتنج بكل حاجه انا عرفتها، يبقى اف ساين 90 اوفر ساين 90 بلس 45. واحد يقول لي يا مستر طب الاف هو مش مديها لي، خلاص طب اعمل ايه؟ عادي احسب كل ده من غير الاف على الكالكوليتر، خلاص كده. طيب هتبقى اف تايم 1 اوفر ساين 135، ماشي. هتطلع طبعا ساين 135 اللي هو 1 اوفر روت 2، واخد بالك معايا كده 1 اوفر روت 2. ساعات في ناس تعملها روت 2 اوفر 2 مفيش اي مشكله، خلاص. طيب الروت 2 ده في الديمينيتور تحت خالص، ممكن اطلعه فين؟ اطلعه فوق جنب الاف، ماشي. انت طبعا كلنا عارفين ان الديمينيتورز اوف ديمينيتور ويل بي نيوميريتور، فانا هطلعها تبقى فوق كده، تبقى اف 2 ايكوال مين يا شباب؟ روت 2 اف. طيب واحد يجي يقول لي يا مستر هو انا كده جبت الفاليو؟ هقول لك اه انت كده تعتبر جبت الفاليو، يعني انت كده جبت الاف 2. هقول له يا مستر طب انا مش عارف الاف بكام؟ هقول له حضرتك ما هو لما يبقى يدينا ادي الار ايكوال كذا، لما تدينا الار بكام هبقول لك يبقى الاف 1 بنفس الفاليو، حلو كده اللي انت جبته. يعني مثلا سي انت قلت الار 5 نيوتن، يبقى الاف 1 ب 5 نيوتن، خلاص. والاف 2 هي كمان هتبقى 5، مش 5 بقى، هتبقى 5 روت 2 نيوتن، خلاص كده. يعني عشان انا قلت لك ان الاف 2 عباره عن روت 2 ملتبلاي الاف. طب افرض الار ب 15، يبقى اف 1 15، يبقى اف 2 15 روت 2 نيوتن. يعني هي القصه كلها معتمده على مين؟ على الار. فانت عشان مش مدينا تحديدا الريزلت ايكوال كام، فانا جبت لك الاف 1 بدلاله الفورس دي، وجبت لك الاف 2 بدلاله الفورس دي، خلاص كده. يعني كلهم ديبندد على الفاليو بتاع مين؟ بتاع الار، اوكي. طيب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي a lamp of weight 20 نيوتن suspended by 2 meter rod AC and BC inclining to the horizontal by 2 equal angle the measure of each is 5. خلاص كده؟ طيب ها عايز مني ايه؟ resolve the weight of the lamp into 2 component in the direction of ray AC and ray BC approximation the result to the nearest نيوتن. اوكي طيب نفهم كده من السؤال ايه بقى؟ واحده واحده كده مع بعض. دلوقتي السؤال بيقول لي انا عندي لامب، يعني حاجه كده لمبه معلقها، اوكي، اوف ويت نيوتن، الويت بتاعها 20 نيوتن، سسبندد باي 2 متر رود، مربوطه باتنين قضيب حديد، اوكي خلاص. طيب انكلاين تو ذا هوريزونتال، بيميلوا على الهوريزونتال باي انجل اوف ميجر كام؟ اوف ميجر 5. طيب قبل ما نكمل بقيه السؤال لازم احاول ارسم. طيب هو شيء طبيعي طبعا اللمب بتعلق فين؟ في السقف، مظبوط، والسقف يعتبر هوريزونتال. طب يبقى انا هرسم كده واحده واحده كده بالراحه. ده كده بالنسبه لي السقف اهو، مش كده؟ ادي السقف بتاعي، خلاص كده. وادي التو بوينت اهم، البوينت الاولانيه والبوينت الثانيه، انا مش هحط حروف دلوقتي، خلاص. وادي اللمبه اهي متعلقه هنا في الرود، يعني ادي كده الرود الاولاني اللي هو الاي سي، ده المتر رود، خلاص. وده المتر رود الثاني اللي هو البي سي، مظبوط كده. وهما الاثنين مربوط فيهم ايه يا شباب؟ هما الاثنين متقابلين مع بعض ومتعلق فيهم ايه؟ اللامب اللي انت شايفها دي. اللامب دي الويت بتاعها كام؟ 20 ايه؟ نيوتن، خلاص. طيب بيقول لي الرود ده هو دلوقتي بيعمل انكلينيشن انجل مع الهوريزونتال بكام؟ ب 5 ديجري، خلاص. وبرده نفس القصه الثاني 5 ديجري، ماشي. خلي بالك في شويه معلومات كده ممكن تخش في النص انت ايه تحتاجها. طب لما هنا 5 وهنا 5 يبقى ده ايسوسلس، مظبوط. طيب هو قال لي الرود الاولاني اسمه ايه؟ اي سي، والرود الثاني اسمه ايه؟ بي سي، مش كده؟ هما الاثنين مين الكومن ليتر بتاعهم؟ سي، مش كده؟ يعني الحرف المكرر عندي سي هنا وسي هنا، عشان كده انا حطيت السي هي اللي تحت، خلاص. وهنا الاي وهنا البي، يبقى انا كده جمعت الترينجل بتاعي. طيب بيقول لي ريسولف ذا ويت اوف ذا لامب، طبعا الويت بيكون فين بقى؟ نقطة تانية، طبعا طول عمرنا عارفين ان الويت بينزل تحت، ماشي، عشان الجرافيتي بتاعتنا. ادي الويت بتاعي 20 نيوتن اللي هو نزل لتحت، لما اجي اعمل له ريسولف هيبقى الدايركشن بتاعه فين؟ انت دلوقتي عندك فورس جاية كده، صح؟ عايز تعمل لها ريسولف، هتعمل لها ريسولف واحد كده وواحد كده، خلاص؟ طب انا عندي فورس جاية كده، عايز اعمل لها ريسولف واحد كده وواحد كده، خلاص؟ ما ينفعش واحد يقول لي مثلا انا عندي فورس جايه كده وعايز اعمل لها ريسولف وتعمل لي كده وتعمل لي كده، لا طبعا ما ينفعش، خلاص كده.
يبقى الكومبوننت لازم يكون حوالين الفورس ماشي، وفي نفس ويعتبر قريبين من الدايركشن بتاعها، ده معنى كلمه ريسارت. طيب فهو كمان حدد لك عشان لو انت تهت، قال لك ان ذا دايركشن اي سي، في الدايركشن بتاع الاي سي. طب الاي سي ماشي ازاي ري؟ ها خد بالك معايا كده، ماشي كده اهو بره اهو خلاص. اند دايركشن بي سي، جميل الكلام. اند دايركشن مين؟ البي سي حضرتك، خلاص كده. طيب يبقى انت مهمتك ان انت تجيب الانجل دي والانجل دي، مش كده؟ يعني مثلا ادي ويت 1 هنسمي دي سيتا 1، ويت 2 ماشي، او اللي هي الفورس الثانيه براحتك عايز تسميها اف، زي ما قلت لك ليك حريه الاختيار في الاسماء، دي تبقى سيتا 2. طيب انا عايز اعرف منين جت 85، خلاص كده. تعال بص معايا واحده واحده، انت دلوقتي بتقول لي الانجل هنا 5 والانجل هنا 5، مظبوط. طيب وانا عندي معروف طبعا ان السم اوف انتيريور انجل ها اوف تراينجل 180، 5 5 يبقى 10، يبقى الانجل دي عندي كام؟ 170، مظبوط كده. طب دي كلها 170 مظبوط. طيب دي 170 يبقى المفروض التوتال بتاع الانجل دي كلها برضو المفروض ان هو كام؟ 170 صح كده. 170 ليه؟ فيرتيكالي اوبوزيت انجل، جميل الكلام. طيب دلوقتي انت قلت لي ان ده ايسوسلس، مظبوط كده. طيب وانت دلوقتي جيت هنا عملت بيربنديكولار، خد بالك معايا، هو انا دلوقتي لما اعمل بيربنديكولار فوق، ركز كده في المعلومه اللي اقولها لك دي، انا هعملها تاني اوضح كده شويه، امسحها لك من الاول. بص معايا، دلوقتي حضرتك مثلا كده انا دلوقتي عملت ريسولف فوق اهو ماشي، لو انا عملت بيربنديكولار هنا معايا كده، ها مش انا دلوقتي كده عملت بايسكت للبيز اللي فوق، مظبوط كده الكلام، عملت بايسكت للبيز اللي فوق. طب المفروض الانجل دي 170 هتعمل لها بايسكت، هيبقى الانجل اللي هنا كام؟ هتبقى دي 85 مظبوط، ودي هتبقى كام؟ ودي هتبقى 85 صح كده. طيب دي ايكوال دي يبقى دي 85 زيها، ودي ايكوال دي يبقى دي 85 زيها، تمام كده الكلام يا شباب. طيب يبقى احنا كده قلنا عرفنا ازاي الانجل تبقى 85 و85، تمام. نبدا بقى الرول بتاعنا، يبقى ويت 1 over sin theta 2 equal weight 2 over sin theta 1 equal resultant over sin sum of the angle. طيب weight 1 over sin مين؟ الانجل التانية اللي هي كام حضرتك؟ 85. طيب ما لو خدت weight 2 هيبقى برضو over sin 85، يعني مش فارقة كتير. equal resultant اللي هو الويت بتاع اللامب اللي هو 20 over sin sum اللي هو 85 plus 85 اللي هو يطلع 170. يبقى weight 1 اللي هو first component equal second component اللي هو weight 2 اوكي ايكوال كام؟ ايكوال هنعمل كروس ملتيبيكيشن اي واحد فيهم طبعا 20 ساين 85 اوفر ساين السم اللي هو 107. اوكي يا شباب تمام كده، في اي مشكله كده فيها؟ اوكي على الكالكوليتر ونحسب الانسر شوف تطلع كام مع بعض، في اي استفسار كده فيها؟ تمام تقريبا تطلع 114 اوكي 114 بوينت كذا، هو بيقول لي تو نيرست نيوتن مش كده؟ تو نيرست نيوتن يعني مش عايز اشوف ديسمال، طبعا ال7 هتعمل اد لل4 1 هتبقى 115 نيوتن. اوكي طيب تعال نشوف بقى هنا السؤال، هو جايب لي الجراف جاهز تمام كده، بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر ماشي كده، انا شايف والله حضرتك كده الانجل دي كده 48 وفي عندي كده، انا بحاول اشوف السؤال كده في ايه بسرعه قبل ما يجي السؤال، انا عندي كده في انا شايف ان في حاجه متعلقه كده، في بادي متعلق هنا اهو الويت بتاعه 120 ماشي، وشايف ان هنا اف 1 وشايف ان هنا في اف 2 وشايف ان الانجل دي كام 48 اوكي. طيب هيطلب مني ايه؟ اكيد هيطلب مني ريسولف، او تعالى كده بيقول لي ريسولف ذا فيرتيكال فورس اوف ماجنيتيود 120 جرام ويت تمام كده ان تو تو كومبوننت وان اوف ذم ان هوريزونتال، يقصد بيها مين؟ الاف 1 ما هي الهوريزونتال تمام، and the other inclined by angle of measure 48 ماشي، بتعمل angle 48 مع مين؟ ها to the line of action of the force to the line of action of the force. طيب line of action of force اهو صح كده اللي هو ده ماشي. طيب هو بيقول لك ال 48 هنا، طب ما هو ده نفس يعتبر كده بارل للي، فهو عامل لك على الجراف ان دي 48 صح. طيب انت دلوقتي الويت بتاعك فين؟ تحت داون. طب وده الوول بتاعك برضو فيرتيكال،
طب هما الاثنين بارل لبعض. طب الانجل هنا عندي 48، يبقى الانجل هنا كمان بكام؟ ب 48. مظبوط كده؟ الترنيت انجل. جميل. طيب انت دلوقتي عندك الويت فيرتيكال يعني نازل لتحت، وده هوريزونتال، يبقى شيء طبيعي ان الانجل هنا تكون بكام؟ هتكون ب 90. مظبوط. يبقى انا عندي كده هنا ادي السيتا 1 وادي السيتا 2. خلاص كده المساله اتحلت. خلاص يبقى اف 1 اوفر ساين سيتا 2 ايكوال اف 2 اوفر ساين سيتا 1 ايكوال ساين ار اوفر ساين الصم. يبقى اف 1 اوفر ساين الانجل الثانيه اللي هي كام يا شباب؟ 48 ايكوال اف 2 اوفر ساين الانجل اللي هناك اللي هي 90 ايكوال الويت اللي هو 120 اوفر ساين التوتال بتاعهم اللي هو 138. اوكي؟ كروس ملتيبليكيشن. يبقى اف 1 ايكوال كام؟ 120 ملتبلاي ساين 48 اوفر ساين 138. اوكي؟ تطلع ابروكسيمتلي 133.3. طب عايز اف 2 يبقى 120 ساين 90 اوفر ساين 138 يطلع 179.3 نيوتن. وكده حليت الايه؟ السؤال. اوكي؟ شايف المسائل كلها موضوعها واحد، القصه كلها اهم حاجه عندنا ان انت تدينا الفورس اللي انت عايز تعملها ريسولف، وتدينا على الاقل 1 انجل وانا هعرف ايه وهعرف اتعامل. خلاص كده؟ طيب نكمل كده الجزئيه اللي بعدها. بص معايا كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك A closure is pulled by two shapes B and C using two string. تمام كده؟ شايف الرسمه اللي معايا دي كده؟ طب هو كده مش هيجيب لي هنعتبر ان هو مش جايب لي السؤال في الرسمه في الامتحان. طيب بيقول لي spoiled by two ships B and C using two string مربوطين بحبلين hung to a point A okay on the cruiser. يعني على السفينه في سفينه هتتشد by two ships تانيين، واحده اسمها B واحده اسمها C. خلاص كده؟ طيب والبوينت A موجود على الكروجر نفسها. The angle between the two string، خد بالك معايا كده، the angle between the two string equal 75. حلو كده؟ دي تعتبر مين يا شباب؟ تعتبر الالفا لو فاكر. طيب if the angle between one of the string and AD تمام كده equals 45 ماشي، and the resultant of the force used to pull the closure equals 5000 newton and act on AD. طب انت كده بقى لازم تكون مدينا direction AD ده فين. find the tension in the two strings. اوكي تعال نشوف مع بعض. in the two string نصلح الكلمه دي كده string. طيب ادي كده، ادي سفينه كبيره هي زي ما انت شايف كده خلاص، وادي شيب 1 ادي السفينه الاولانيه بتشدها وادي السفينه الثانيه بتشدها. خلاص هنسمي السفينه دي كده اهو شيب 1 مثلا، ادي شيب 1 ودي شيب 2. خلاص كده؟ طيب هما الاثنين مربوطين بحبلين، ادي حبل بيشد اهو، السفينه دي بتشد بحبل من هنا ماشي، والسفينه دي بتشد بحبل ثاني. خلاص فبيقول لك السفينه هتتحرك، السفينه الكبيره بقى هتتحرك في الدايركشن اللي هو بتاع مين؟ بتاع الاي دي. خلاص هو كان قايل الانجل اللي هي من هنا لحد هنا، هو اللي كان قايل انها 75 ديجري صح، وكان قايل لي ان انا عندي في انجل از ذا انجل بتوين 1 اوف ذا سترينج ماشي كده اند الاي دي ايكوال 45. يعني كان مدينا واحده منهم 45، احط 45 فين، فوق ولا تحت براحتك انت مش هتفرق معايا. خلاص فلما انت حطيت هنا 45 يبقى شيء طبيعي هتعمل سبتراكت هتبقى دي 30. اوكي طيب وادي الفورس بتاعتنا اللي هي كام؟ 5000. خلاص كده؟ ها تمام ادي 5000. طيب يعني ايه تنشن؟ انت طبعا كل ما الحبل بيتشد كل ما بيبقى فيه فورس بتاثر على الحبل بتاعنا ده تمام؟ الفورس دي حضرتك احنا بنسميها التنشن فورس ماشي؟ طيب كل حبل وليه تنشن معينه يقدر يستحملها، يعني في بقى في فورس اكبر من كده اكبر من قوه احتمال الحبل فالحبل بيتقطع مش كده؟ او الواير هيتقطع. طيب المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ خلاص الرول بتاعي مباشر، يبقى تنشن 1 اوفر ساين سيتا 2 اللي هي تعتبر كام؟ 45 ايكوال تنشن 2 اوفر ساين 30 ايكوال الار اللي هي ال 5000 اوفر ساين السم اللي هي 75. اوكي؟ كروس ملتيبليكيشن هنطلع كل واحده فيهم بكام. اوكي طيب كده احنا خلصنا الفكره الاولى في الدرس بتاع النهارده، تعال نخش على الفكره الثانيه. طيب resolution of a force into two perpendicular direction، هو ايه الفرق بين الدرس ده والدرس اللي قبله؟ اوكي احنا خدنا المره اللي فاتت ان انا مثلا كده يكون عندي فورس مظبوط كده وعايز اعمل لها ايه ريسولف
في اي تو دايركشن بقى، مش شرط يعني بيربنديكولار مش بيربنديكولار ايا كان. خلاص كده المره دي انا شرط عليك شرط اساسي ان هما لازم هما الاثنين يكونوا ايه بيربنديكولار. خلاص كده. طيب هنفترض ان طبعا الانجل دي كلها بكام؟ هتبقى 90 طالما الاف 1 والاف 2 بيربنديكولار. لو الانجل اللي هنا سيتا هتبقى الانجل اللي هنا كام؟ 90 ماينس سيتا. اوكي طيب تعال نشوف مع بعض الشروط بتاعنا هيبقى شكله ايه. هتقول لي اف 1 اوفر ساين سيتا 2 ايكوال اف 2 اوفر ساين سيتا 1 ايكوال ار اوفر ساين الصم. طب تعالى بالراحه واحده واحده. الاف 1 اهي مش كده؟ حضرتك هتقول لي ايه؟ يبقى ساين سيتا اللي هي دي مش كده؟ اللي هي الانجل بين الاف 2 والريزلتنت ايكوال ها الاف 2 اوفر ساين مين؟ 90 ماينس سيتا اللي هي الانجل اللي الناحيه الثانيه مش كده؟ ايكوال الار اوفر ساين مين يا شباب؟ اوفر ساين 90. اوكي طيب تعالى بقى نراجع قوانين التريك كده مع بعض. ها يبقى اف 1 اوفر ساين سيتا ايكوال اف 2 اوفر ساين 90 ماينس سيتا دي حضرتك فين؟ في الفيرست كواد مش كده؟ واحنا قلنا ساين في الفيرست كواد ماشي هتبقى بوزيتيف ماشي كده يا شباب. طيب والساين هتتحول لايه؟ الساين هتتحول طالما في 90 يتحول لكوساين. طب وساين 90 تبقى بكام؟ 1. طب انا بقى دلوقتي لو عايز اف 1 كروس ملتيبيكيشن هتبقى ار ساين سيتا اوفر 1 فمالوش لازم. طب لو عايز الاف 2 هتبقى ار كوساين سيتا اوفر 1 مالوش لازم. طب في طريقه بقى اسهل من كده؟ في طريقه ثانيه بقى تعالى بقى اعلمها لك سريعا كده. دلوقتي بيقول لحضرتك ايه؟ انا دلوقتي مثلا نفت سي انا عرفت ان التوتال انجل بتاعهم بكام؟ ب 90 وعرفت ان الانجل هنا بسيتا. خلاص؟ كنسل الانجل دي مش عايزها دلوقتي. خلاص كده؟ لو قلت لك انا عايز اجيب الاف 1 مش الاف 1 تعتبر هي اللي بعيده عن السيتا صح كده؟ تاني عايز اجيب الاف 1 مين اللي جنب السيتا؟ الاف 2 ماشي؟ يعني السيتا دي الانجل اوف انكلينيشن بتوين الفورس والاف 2 صح؟ فالاف 1 تعتبر بعيد عن السيتا مالهاش علاقه بالسيتا. اللي بعيد عن السيتا تاخد الساين. اللي بعيد عن السيتا تاخد الساين يبقى اف 1 ايكوال ار ساين سيتا. تمام كده؟ طب الاف 2 هي اللي جنب السيتا صح كده؟ يبقى الاف 2 ايكوال ايه على طول؟ تبقى ار كوساين سيتا. يعني مش لازم بعد كده اعمل القوانين دي خلاص. ماشي كده؟ طالما عرفت ان الانجل اللي ما بينهم 90 ديجري. طيب واحده ثانيه بسرعه كده. نفترض كده ها بص معايا. نفترض ان السيتا هنا. خلاص؟ وادي الاف 1 وادي الاف 2. خلاص؟ هتعملها ازاي بسرعه كده؟ ها وادي الار. عايز اجيب الاف 1. الاف 1 هي اللي جنب السيتا صح؟ هي اللي معاها السيتا. يبقى الاف 1 ايكوال ار ها كوساين سيتا. طيب الاف 2 هي اللي بعيده عن السيتا مش كده؟ يبقى اف 2 ايكوال ار ساين سيتا. واضحه كده يا شباب؟ اوكي. طيب تعال نشوف ايه؟ سؤال سريع كده. ها ريسولف ا فورسز اوف ماجنتيود 18 نيوتن ان تو بربنديكولار هو محدد كومبوننت وير وان اوف ذيم انكلايند تو ذا فورس باي انجل اوف ميجر ها 60 ديجري. ماشي 60 هنا مش واضحه ديجري. خلاص كده؟ طب انا دلوقتي حضرتك عندي ايه؟ يعني عندي ادي واحده اهو ادي اف 1 وبتعمل انجل 60 وادي اف 2 مش بيدينا الانجل. طبعا هنا معروف ان هو 90 عشان هو قال لي كلمه بربنديكولار مش كده؟ وعايز احلها في خطوه واحده. تمام كده؟ ودي 18 ايه؟ نيوتن. خلاص؟ طيب لسه قايلين دلوقتي الفاليو اوف كومبوننت ويتش بيسايد ذا جيفن انجل ياخد مين؟ الكوزاين مش كده؟ اللي احنا بنتكلم على مين يعني؟ على اف 1. يبقى انا عندي كده ها الاف 1 تبقى ايكوال 18 كوزاين مين؟ كوزاين 60. طيب الاف 2 بعيد عن ال 60 صح كده؟ هتبقى ايكوال طبعا دي هتبقى ايكوال 9 الاف 2 تبقى 18 ساين 60 تمام كده؟ اللي هي تطلع ايكوال كام في الاخر؟ 9 روت 3. اوكي؟ طيب في واحد تاني انا مستر طب ممكن اجيب دي 30 واعملها من ناحيه ال 30 وماليش دعوه بال 60 مفيش مشكله تطلع نفس الاجابه؟ تطلع نفس الاجابه. طيب تعالى نعملها كده مع بعض. هقول كده يبقى الاف 1 ايكوال ايه يا شباب؟ ايكوال 18 والاف 1 بعيد عن ال 30 صح؟ يبقى ساين 30. جرب كده الاجابه بالكالكوليتر تلاقي نفس الاجابه اللي طلعت هنا. طب والاف 2 ها الاف 2 جنب ال 30 يبقى 18 ها كوساين 30. هتجرب الاجابتين بالكالكوليتر هيطلعوا نفس الاجابتين اللي هنا 9 و9 روت 3. اوكي؟ طيب ريسولف ا فورسز اوف 6 روت 2 نيوتن ذات اكت ان ذا نورث ايست دايركشن انتو تو كومبوننت وان اوف ذيم اكت ان ايسترن دايركشن اند ذا اذر ان نورثن دايركشن. طيب تاني كده بسرعه بيقول لي resolve a force of magnitude 6 root 2 اوكي 6 root 2 نيوتن
act in the north east يعني هنا دي الفورس بتاعتنا ماشي كده، والماجنيتيود بتاعها اللي هو كام اللي هو 6 روت 2 ماشي كده. طيب بتعمل انجل 45 هنا و 45 هنا، فبيقول لي in two components one of them act in eastern direction في اتجاه الاست، يبقى دي كان نسميها F1 مثلا، والتانية and the other in the northern direction ودي F2. واضح طبعا ان هما ايه الانجل بتاعتهم بكام؟ ب 90 ودي 45 ودي 45. مش هتفرق بقى مين تاخد الساين والكوزاين، ليه؟ لان هما الاثنين ايكوال لبعض مش كده؟ طيب فانا اقول كده ال F1 اللي هي في الاست دايركشن خلاص كده هتبقى 6 روت 2 اللي هي الفورس بتاعتنا كوزاين 45 على اساس انها جنب ال 45 مظبوط؟ طيب وبالنسبه للثانيه ها هتبقى 6 روت 2 تايم روت 2 اوفر 2 تطلع الاجابه 6. طب الثانيه هنفترض ان انا مش عارف ال 45 دي بكام، مش عارف، نفترض ان انا مش عارفها خلاص، هتبقى 6 روت 2 وتاخد عشان دي اللي بعيد عن ال 45 تبقى ساين 45. طب لو انا عملتها بالكوزاين 45 هتطلع الاجابه صح؟ هتطلع الاجابه صح اوكي، تطلع نفس الاجابه 6 ها نيوتن ماشي. طيب ناخد حاجة كده معلومة سريعة كده لو الوقت كفى معانا. في عندي حاجة اسمها inclined plane اوكي. طيب inclined plane بيقول لك ايه؟ انا دلوقتي مثلا انت شايف كده عندك ايه، في عندك plane زي ما انت شايف كده مايل خلاص كده، يعني عندك كده سطح اهو كده انا عامله ايه بميل شوي، عامله بميل على الهوريزونتال plane باي انجل كام؟ باي انجل سيتا. طيب surface in that inclining to the horizontal plane by the angle theta ماشي كده. خد بالك مع هنا الثيتا بايه؟ between 0 by over 2 عشان يكون في ميل، هعتبر الانجل دي كده ها بين ال 0 وال 90 ماشي. طيب في اسمع بقى في شويه مصطلحات كده هتتعود عليها من دلوقتي. لما واحد يقول لك the line of the greatest slope ماشي كده، يعني ايه line of the greatest slope بقى؟ قال لك هو عباره عن the line in the inclined plane، line موجود في المستوى المايل ده ماشي، orthogonal to the line بيكون perpendicular على اللاين، يعني كانه حته منه ماشي كده، يعني حته منه خلاص كده. and per orthogonal to the line of intersection بيكون perpendicular على line of intersection اللي هو ده، شايف اللاين ده؟ ده اللاين اوف انترسكشن بين مين ومين؟ بين البلان الهوريزونتال وبين البلان الانكلايند. اللاين اون جريتست سلوب هو ده حضرتك، هو ده بتاع جريتست سلوب خلاص كده، هو ده اللي حضرتك اللي احنا بنسميه لاين اوف جريتست سلوب اللي احنا عاملينه بالبلو، اللي احنا مسمينه ايه؟ اللي احنا مسمينه اس. خلاص كده يا شباب؟ طبعا وقت الحلقه مش هيقضي معانا بقيه الافكار اللي عندنا، ان شاء الله هنستكمل مع بعض الافكار اللي جايه في الحلقات القادمه باذن الله، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.